أول ذلك أحبتي الكرام القناعة الوافية الكافية، أن الاقتصار على الحفظ ليس وحده المقنع الذي يجعل صاحب القرآن وحافظه في كوكبة من يسمى بالقراء في تاريخ الأمة، ومن هم أهل القرآن ومن هم من أصحاب القرآن حقيقة. فإذا وقف على الحقيقة تحرك، وإذا اقتنع بالمسألة ابتدأ يتحرك في المسارك التي تجعله أرقى من الاقتصار على حفظ القرآن واستظهار كلماته وحروفه. النقطة الثانية التي أشير إليها باهتمام، كتاب الله عز وجل وحده علم، وقراءة القرآن وما فيه من المواعظ والعلم والأحكام وحدها باب من أبواب زيادة الإيمان، لكنها بصراحة لا تنفتح أبوابها إلا لمن فتح له قلبه. فنقبل على القرآن وقد أغلق الأبواب، والله قد قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا والله، ما حرم الله عبدا من بركة كتابه سبحانه إلا من صرف قلبه عن المعنى والتدبر. لما أنزل الله كتابه وصفه بالبركة قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ثم جاء التعليل واضحا ليدبروا آياته. فالعجب أن الغاية التي من أجلها أنزل القرآن انصرف عنها فئام من قراء القرآن، والغاية التي تكفل الله عز وجل بها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أوغلوا بالاشتغال بها والانهماك فيها. فما تكفل الله عز وجل به أنهكوا واستهلكوا فيه الجهد والوقت والعمر، وما أنزل الله القرآن لأجله صرفوا له الفضلة من الوقت ونثار الجهد، ونحن نحتاج إلى تصحيح المعادلة من جديد. كتاب الله محفوظ بل ميسر كما قال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. هي بحاجة إلى أن ننظر في تعلمنا وتعليمنا. هي دعوة يا كرام لكل مسلم يقبل على كتاب الله، قبل أن تفتح المصحف افتح أبواب قلبك. لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، كم مرة تصورنا وصف الربيع هذا؟ وصف الربيع بجماله، بخضرة أشجاره، بنسمته العليلة وقطرات المطر والمهل الماء الجاري والنسمة العليلة. هذا الوصف البديع للقرآن بأنه ربيع للقلب. هل نشعر به حقيقة كلما جالسنا القرآن ففتحناه لنقرأ وردا أو لنصحح تلاوة أو لنعلم طالبا؟ كم مرة شعر أحدنا أنه في الوقت الذي يجلسه مع القرآن أنها جلسة ربيع لا يحب أن تنقضي؟ هذه لا تتأتى بمجرد التكرار للألفاظ والعبارات دون ما فتح القلوب لها. فأنا أركز ثانيا هنا على أن تكون الخطوة العملية هي الإقبال على القرآن في جلسته وقراءته ومراجعته وتعلمه وتعليمه، مبنية على فتح أبواب القلب للقرآن لفهمه وتدبره. النقطة الثالثة مترتبة على الثانية: لن يؤتى عبد تدبر القرآن وفهمه إلا إذا عرف معناه. والقرآن بالنسبة لنا معشر العرب ثلاث مراتب. المرتبة الأولى لفظ عربي واضح ليس فيه غرابة ولا يحتاج إلى تفسير، الحمد لله رب العالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وهذه العبارات مع وضوحها فإنها تزداد تجليا في القلب إذا اتجه إليها القلب بإمعان وتعامل معها بمزيد من انفتاح العقل والفكر والفؤاد. المرتبة الثانية من الآيات ما هي واضحة لكنها لا تحتمل الاجتهاد في فهمها دون سياقها والاتكال على الفهم المجرد دون الرجوع إلى معناها. والمرتبة الثالثة الألفاظ الغريبة: أعوذ برب الفلق، ما الفلق؟ غاسق إذا وقب، تسقى من عين آنية، وهكذا. فهذه وقد فسرت معانيها ومصنفاتها وكتبها كثيرة مبثوثة، الوقوف عليها مطلب للوصول إلى الفهم السليم والتدبر. النقطة الرابعة في هذا السياق: أن يكون لطالب القرآن وحافظه ومتعلمه منهج أساس رصين يطلب فيه العلم المرتبط بكتاب الله. دعونا نقول: لما لا نجدول برامجنا في حلقات تحفيظ القرآن ومشاريعنا مع أنفسنا مع أولادنا البنين والبنات؟ لما لا نعود مرة أخرى إلى أن نجعل حفظ القرآن مرتبة تدفع صاحبها إلى التي تليها؟ فإنه يتعلم مع القرآن مسائل العقيدة الأساس،
ويتعلم معها مفاتيح الفهم الإجمالي لكتاب الله وكليات القرآن وقواعده المضطردة، ويمر بالقرآن في أبواب الهداية، ويجد في القرآن أيضا العلاجات لكثير من أسقام البشر وأدواء القلوب، وهكذا. حسب صاحب القرآن مع حفظه للقرآن ولو كان على صغر سن، وهذا والله يا إخوة بالمقدور وفي الإمكان أن يتأتى للصغير وهو يحفظ القرآن إدراك بعض المعاني الكلية في القرآن، وأدنى ذلك أن يستوعب مع حفظه للقرآن شرف القرآن وبركته وأوصافه العجيبة التي أودعها الله في القرآن. فيمر بالآية فيسمع قرآنا عجبا، ما العجب في القرآن؟ وهذا ذكر مبارك، ما المبارك؟ ما وجوه البركة في القرآن؟ وهو يمر بقوله سبحانه وتعالى: ولكن جعلناه نورا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أي نور مقصود، حسي أو معنوي؟ في كلام الله سبحانه من الأوصاف شفاء وهدى ورحمة، هذه المعاني حسبه أن يتدبرها ويفهمها، أن يلقنها كما يلقن الآية. هذا جزء من التعلم الذي يرتبط بالقرآن. النقطة الخامسة: ما في القرآن من العلم كثير غزير وفير، لكن له رؤوس وله أمهات وله قواعد، أجلها فيما أودع الله في كتابه العلم به سبحانه. وهذا أكبر بوابات العلم في القرآن التي جعلها الله في القرآن، أن يكون الحد الذي يجده صاحب القرآن تحصيل العلم بالله. ثم إذا عرف الله وقد ملأ قلبه وزرعه تعظيما لله، وجدت أثر الخشية والخشوع معه في تلاوة القرآن، فيتأثر والله إن سمع الآية مع كثرة ما يقرأها ويسمعها ويعلمها ويتلوها، إلا أنه لشدة تعظيمه لله بقدر ما وقر في قلبه من الوقوف على المعاني تجد المعنى متجددا عنده. يعني لما يقرأ قارئ قرآن فيمر بقول الله سبحانه في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يقول أحدهم وقد صلى خلف إمام، يقول: فإذا به ينتفض لما جاء للآية وما استطاع أن يكمل من شدة تأثره، ولصدره أزيز كأزيز المرجل. يقول: فجال في ذهني ما موطن الخشوع في الآية، حكاية مقولة كافرة لفئة ضالة من النصارى أله عيسى عليه السلام، وجعلوه ثالث ثلاثة، وصفوه بأنه ابن الله تعالى الله، لكنه استعظم هذا المعنى في جناب الله فما استطاع أن يكمل الآية. قريب منه ما حكي عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لما جلس في المسجد النبوي يدرس التفسير في مجالسه العامرة، فجاء إلى آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والموقف يحكيه الشيخ صالح المغامسي وكان حاضرا ذاك المجلس. يقول: فاستفتح الشيخ بعد صلاة المغرب والمجلس إلى العشاء، يقول: فلما جاء وقرأ صدر الآية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وجاء يشرع في بيانها وتفسيرها، أدركته العبرة فنكس رأسه وجلس يبكي. يقول: واستمر هكذا حتى أذن العشاء. يقول: ما استطاع أن يستوعب أن بشرا يبلغ به الجرأة أن يفسد شيئا أصلحه الله. يخي أي جلال لتعظيم الله في القلوب! صدقوني والله بوسع كل واحد منا أن يزرع في قلب هذا المعنى الكبير من تعظيم الله بقراءته للقرآن. يا رجل، كم مرة قرأنا أواخر سورة الحشر؟ هذا السرد المتتابع لأسماء الله الحسنى تباعا، أين المبتدأ وأين الخبر؟ أما فهمنا طالما قرأنا أن الله سبحانه يقول لعباده: أنا الرحمن الرحيم، أنا الملك، أنا القدوس؟ الله يعرفنا بنفسه. والله إن صاحب القرآن بورده وكثرة قراءته لينبغي أن يكون أعلم البشر بالله وأعلم الناس برب الناس، لأنه أكثر من يقرأ أسماء الله وصفات الله وعرف معانيها وتدبر فيها، وله في كل مرة يعود إلى الآية معنى متجدد، وله فيها أيضا إطلالة، وله فيها إضافة، فيحصل له من العلم بمعاني الله ما لا يحصل لغيره.